ولمزيد من التفاصيل التحق بنا مراسلنا خالد الربعي من نجران. مساء الخير خالد. خالد خلينا نبدأ معك بالمصابين الذين باقون على ما أعتقد في المستشفى، هم الثلاثة التي تحدثت عنهم أنت في النشرة السابقة، كيف حالتهم الآن؟ هل لازالوا في المستشفى أم غادروا؟ خالد تفضل. خالد نعم، لا زالوا في المستشفى طبعا، اثنين منهم حالتهم بسيطة وبسيطة جدا الحمد لله، من الجنسية البنغلاديشية. العامل من الجنسية النيبالية تعرض لإصابة متوسطة في القدم اليسرى، زرناهم قبل قليل اطمئننا على حالتهم، يعني حالتهم مطمئنة. كانوا يعملون في خطوط الانتاج وبعضهم في مستودع المياه أو مصنع المياه الذي استهدفته ميليشيات الحوثي وصالح عبر القذائف التي سقطت صباح هذا اليوم. نعلم أن القذائف لحقت أضرار بسيطة مادية، تكلمت في وقت سابق أن هناك 9 سيارات تعرضت لتلفيات بسيطة، واحدة هي التي تلفت تماما. تحدث بشكل عام يعني، وأكدت في نشرة سابقة أن القوات السعودية مباشرة ردت على مصادر تلك المقذوفات ولله الحمد. في داخل نجران كما تشاهد خلفي الحياة تسير بشكل طبيعي، ويعني الناس تعيش حياتها الطبيعية بكل أمن وأمان ويسر ولله الحمد. الدفاع المدني أعاد توجيه الرسائل للمواطنين من خلال بعض التعليمات التي دائما ما يحذر بها المواطنين في مثل هذه المواقف. المقدم علي عمير الشهراني المتحدث الرسمي للدفاع المدني يطلعنا أكثر على بعض على حادث اليوم وبعض هذه التعليمات التي يتم توزيعها ونشرها للمواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد، سقط هذا اليوم مقذوف في الساعة 12 من ظهر هذا اليوم، بشرت فريق الدفاع المدني تسانده جميع أجهزة الدولة المعنية. كانت الإصابات محدودة وكانت من متوسطة إلى خفيفة، كانت الأضرار بسيطة ولك الحمد، اللهم لك الحمد. الآن كما ترى الوضع مطمئن في منطقة نجران، وهذه الأمور لن تهز فينا شعرة. ونلاحظ أخلاقيات هذه الميليشيات العابثة التي تستهدف ولا تتسم بأي أخلاقيات من أخلاقيات الإنسانية، حيث تستهدف المصانع الحيوية التي تخص المياه أو المستشفيات أو المدارس، يعني لا أخلاقيات لها. الدفاع المدني يقوم دائما بتوجيه رسائل توعوية للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف، مع أن اللهم لك الحمد يعني في وطن آمن وقواتنا المسلحة تجاب هذه الميليشيات المارقة على جميع القوانين. نعم، المقدم علي عمير الشهراني شكرا جزيلا لك، المتحدث الرسمي للدفاع المدني. نعم إسماعيل، إشارة سريعة إلى تفضل. نعم، أن ما قامت به ميليشيات الحوثي وصالح يعد انتهاك حقيقة لأخلاقيات الحرب كما ذكر المقدم، وأيضا يؤكد بأن الحوثي نستطيع أن نقول بدأ يتخبط في هذه الحرب، وإن شاء الله نستطيع أن نقول هذه نهايته بإذن الله تعالى. وأتمنى أنك توصل شكرنا لسعادة المقدم علي بن عمير على عملهم في الميدان وأيضا في التواصل الاجتماعي، وأخص حسابهم في تويتر لأنه فعال بصراحة في موقع التواصل الاجتماعي. كان معنا مراسلنا خالد الربعي من نجران، شكرا جزيلا لك، وشكرا لضيفك الكريم العميد علي بن عمير المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران.